الحاجة اليومية لخدمات اجتماعية كالترصيص والبناء والتوصيل قد يشغل بالك كمواطن في يومياتك، ولكن يبدو أن هذه الشركة الناشئة التي توجهنا إليها وجدت الحل لهذه المشكلة من خلال تطبيق جديد على منصة رقمية مجانية. كان في استقبالنا شباب الشركة الناشئة ألو سلكني، وقدموا لنا أكثر التفاصيل عن هذه المنصة وعن هذا المشروع الذي يبدو واعدا. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج ستارت اب. نلقاكم دائما على القناة الإخبارية باش نتعرفوا على الشركات الناشئة اللي تحاول أنها تثبت نفسها على أرض الواقع. اليوم رانا في ألو سلكني، هي مؤسسة ناشئة أساسها منصة خدماتية. هذه المنصة كل أساسها هم شباب حابين يفرضوا فكرة الخدماتية بطريقة مجانية في البداية. هذا الشيء راح نتعرفوا عليه في هذا العدد من برنامج ستارت اب. قوموا معنا، رانا معكم. اليوم راكم هنا في لاصال لي زوبيراسيون تاع الموقع ألو سلكني، معكم كامل فريق العمل. فكرة ألو سلكني كانت بدات خلال فترة الحجر الصحي، وين قعدنا في المنزل كنا بلا خدمة، بلا كنا بلان كريز اللي قاست كامل العالم وقاست حتى الجزائر ثانيك. دونك في هذيك الفترة كنت انا وزملاء لي راهم هنا خممنا نديروا مشروع، يكون مشروع اللي يقدر يتأقلم مع لا سيتواسيون اللي رانا عايشينها، ويكون مشروع تاع مستقبل ثاني. دونك احنا فكرنا وحاولنا نلقاو مشكل ونلقاو له الحل تاعو. دونك الفكره بدات من هذا الاساس، اننا لقينا انه فيه مشكل تاع خدمات في الجزائر، خاصه في الفتره اللي جوزناها، وين الانسان وين ما ولا صعيب باش يلقى حرفي ولا مهني في هذيك لا بيريود. دونك بدينا من هذا المنطلق وكوننا الفكرة هذه، وبدأت بالعقل بالعقل. الحمد لله مع الوقت جسدنا الفكرة على أرض الواقع. إذن ألو سلكني منصة رقمية وتطبيق مجاني يساعد الزبائن على التواصل مباشرة مع أصحاب الحرف والخدمات بطريقة سهلة، وفي الآن ذاته يمكن الباحثين عن الوظائف وأصحاب المهن من الوصول إلى الزبون بطريقة سلسة. أسسنا هذه المنصة كما تشوفوا اسمها ألو سلكني، دونك الاسم ديجا يعطيك معنى. ألو سلكني معناتها جينيرالمون راني حاصل، راني عندي حاجه ما قدرتش نريق ليها ورا. دونك ألو سلكني هي منصه الكترونيه اللي نحاول نجمع فيها الخدمات والحرف والمهن في منصه واحده، يعني نجمعهم كامل. من جهة راح نسهلوا حياة المستخدمين، الحياة اليومية للمستخدمين، هكذا الإنسان كي يحصل في حاجة في أي حاجة نحب يقوم بها ولا يقدر يدخل المنصة راح يلقى الخدمة هذه بصفة سهلة وبسيطة جدا. ومن جهة أخرى راح نفتحوا باب الناس اللي ربما دخلها ضعيف ولا اللي ما لقاتش خدمة ولا اللي ما لقاتش كيفاش تعاون روحها. دونك المنصه راح تفتح لهم باب باش يقدروا يقدموا الاعمال تاعهم، باش يزيدوا في المدخول تاعهم، وباش حتى يعني يكبروا لو سي في تاعهم. احنا لقينا بعض الصعوبات، يعني كي حاولنا نجسدوا المشروع كما كل مشروع اكيد يعني راح تلقى فيه صعوبات، والحمد لله وفقنا الله وقدرنا نتجاوز كل هذه الصعوبات الى حد الان. وبالنسبه للمساعدات للمؤسسات الناشئه، هي مبادره جميله من طرف الدوله، يعني احنا نقول نستحسنوا هذه المبادره. وحنا كمؤسسه ناشئه يعني معتمده من طرف الوزاره الوصيه، كان عندنا اعتماد عنده حوالي 15 يوم لحد الان، مازال ما قدمناش ملف باش نستفادوا من مساعدة، ولكن
في القريب ان شاء الله راح نحاولوا نتواصلوا مع الهيئه الوصيه كنشوفوا شنو هي الامكانيات تاع المساعدات اللي تقدر تعاوننا ان شاء الله في المستقبل باه نطوروا المشروع اكثر واكثر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. بابا مرحبا بك الاخ معك مرحبا كنت تسجل معنا. يقوم على هذه العملية مجموعة صغيرة من الشباب الذين يشكلون وتر وعصب المؤسسة الناشئة الو سلكني. ربما العائق الكبير اللي تقدر تلقاه مؤسسه ناشئه كما احنا ربما يكمن في الجانب المادي. يعني مؤسسه كما هذه لازم لها اشهار على نطاق واسع عبر كامل التراب الوطني، لازم تقيس كامل شرائح المجتمع، وهذا الشيء يطلب يعني امكانيات ماديه كبيره اللي ربما هي اكبر مما كنا احنا نتوقعه في الاول. دونك ان شاء الله ممكن راح نشوفوا اذا كان فيه امكانيات مساعدات من طرف المؤسسات وزاره مؤسسات ناشئه ربما راح يساعدنا هادشي ان شاء الله نتجاوزوا هذه المشاكل. مسؤول زهر الدين، عضو في مؤسسه الو سلكني. دونك انا الخدمه تاعي مستكلف بمراقبه الملفات والبيانات اللي تلحقنا عبر الموقع الو سلكني. عندك شي واحد يقوم بالتسجيل ولا لازم نراقب له الملف تاعو، ويكون ذلك عبر اتصال المعني بالامر، نتصل به نتاكد من الهويه تاعو من رقم الهاتف تاعو الولايه والخدمه تاعو. اذا شفت عنده في البروفيل تاعو ولا في الملف تاعو الشخصي عنده نقائص ولا كش حاجه نتصل نزيد نعاود نقول له يا ودي فوالا لازم تزيد عفايس عليك واش عندك هاوليك شي خصك باش تكون باش يكون عندك بروفيل بروفيسيونال. هذه هي الخدمه تاعي. كذلك لي ريكلاماسيون لي في التليفون انا نستقبلهم، نحكي معاهم نشوف واش كاين بروبلام، اي واحد عنده مشكله نسقم المشكل تاعو. هذه الخدمه تاعي. عاده اكبر مشكل تصادفوا لما في الاتصالات لما تحاول انك تكونفيرمي مع متعامل واحد من المتعاملين اللي تصل. اكبر مشاكل كاين بزاف ناس شغل تتلف لهم كيفاش يستخدموه، شغل كاين ناس بزاف ما يعرفوش يستعملوا لي زابليكاسيون ولا تما كيدخل تتلف له يقول لي بون ما عرفتش نخير الميتي تاعي ما عرفتش ندير هاد الحاجه. دونك انا نوجهه نعطي له توجيهات، واذا ما قدرتش لهذوك التوجيهات انا ندير له هذيك العفسه ونبعثهم له. شنو الفائده تاعك كشاب جزائري دوكا راك في هاد الشركه الناشئه وانت واحد من المؤسسين، شنو الفائده تاعك شنو الهدف تاعك واش راك حاب تلحق للشباب اللي كيما انت الرساله اللي من جهتك؟ شوف انا الفائده تاعي والله حاجه كبيره، ماذا بيا المشروع هذا ينجح ونخلي الناس تستفاد منه. يعني نقدم الخدمات للناس، الناس توي تقدر تخدم، ناس تلقى وين تخدم تانيك. هذه الفائده تاعي تسمى الكبيره قاعيتك، تسمى نقدم افاده كبيره للشاب الجزائري. هذه هي. سعيد معاد شارجي كوميونيتي مانجر، مستكلف بلي ريزو سوسيو دونك سوشيال ميديا الفيسبوك انستغرام اكسيتيرا. دونك انا مستكلف ب كما نقولوا بالواجهه البصريه للمؤسسه تاعنا الو سلكني. نديروا لي بوست في الفيسبوك، نديروا لي ستوري كانت في الفيسبوك والانستغرام، ونقدموا للزبائن تاعنا او نوجههم لكاع الخدمات اللي عندنا على الوسائل التواصل الاجتماعي. وانا البدايه تاعي كانت مع البدايه تاعهم سوا
كانوا اتصلوا بي الزملاء قالوا عرضوا علي الفكره، انا عجبتني الفكره ودخلت معهم في المشروع هذا. واش راك تحس تقدم خدمه ولا راك خدام وخلاص وتعود الدار ولا؟ لا لا شتو ما تشوف فيها خدمه، شتو راني راني نمد خدمه كما نقولوا الشباب اللي ما يحوسوا على الخدمات تاعنا. معك مسلم سارة، عضو مؤسس. لوغول ديالي فين نستقبل لي زابيل باش نوجه الناس اللي ما تعرفش تنسكري، اللي عنده كاش سؤال ولا ما فهمش حاجه ولا نفهمو نوجههم. المهمة تاعي انه نعاون كولاك توعي كي في مختلف المجالات، يعني كل ما يحتاجوني يلقوني سواء في التليفون ولا في لي انسكريبسيون. لا ما فهمتش. في بداية المشروع نتعاملنا مع وكالة خاصة في إنشاء المواقع والتطبيقات. بعد ما أسسنا الموقع والتطبيق حطينا على أرض الواقع، يعني بداية المشروع. فيما يخص التعديلات والإضافات، احنا نشجعوا مبدأ الشباب اللي ما عندهمش ربما عمل بصفة مباشرة نتعاملوا معهم مما تكون إضافة. يعني احنا كمؤسسة أول نشجعوا هاد الشباب باش يقدموا الخدمة تاعهم. الاستراتيجية تاعنا الأولى، يعني احنا النجاح الأول اللي إن شاء الله نطمحه باش نحقه هي نوصلوا الفكرة للكامل المستخدمين عبر كامل التراب الوطني. إنه مشروع كما هذا هو مشروع كبير ومشروع اللي راح لازم يتمشى عبر كامل ولايات الوطن، يعني مش في منطقة محددة ولا مع فئة مخصصة. يعني المشروع يشمل كل فئات المجتمع ويشمل كل ولايات الوطن. يعني باش تبدا تحقق الربح لازم تنجح الفكره اولا. ممكن الهدف تاعنا والربح الاول تاعنا ان شاء الله هو انه راح نوصلوا الفكره ونعموها ونعموا الاستعمال تاعها، وبعدها ان شاء الله بعد ما ننجحوا في هذا الفكره، بعدها ان شاء الله راح يكون الربح المادي، يعني راح يكون ربما عبر اعلانات وعبر حسابات بريميوم اللي تكون حسابات خاصه وعندها مميزات خاصه. بهذا المشروع الواعد والناجح نصل إلى نهاية عدد اليوم من برنامج ستارت أب. نلقاكم في العدد القادم. كونوا معنا، سنكون معكم. إلى اللقاء.